هلا ومرحبا، صبحكم الله بالخير. معكم اخوكم علي الزبداني، اللي معاي موستنج فاست باك موديل 66 محوله الى جي تي 350 وارد امريكا. ابى تشوفت عينكم الموتر تقريبا كل شيء فيه اوريجينال، اللهم التعديل على حتى الماكينه اوريجينال، اللهم تعديل على قوتها بحيث انها صارت يكون فيها 350 حصان او 300 حصان تقريبا عشان زي الجي تي. وابد هذا اللي عندنا وحياكم الله. عشان ما يتمس لكم مشاكل. لا لا نزلوا بس يدقوني كلنا قول.